أعمال الطرقات تحتاج إلى شركات مقاولات للطرقات لتنفيذها. أعمال شركات المقاولات هذه تحتاج إلى خلاطات إسفلتية. نحن في تعز لا يوجد لدينا شركات ولا يوجد لدينا المقومة تنفيذ هذه الأعمال. لا أقول أنه هذا مبرر، أنا أقول لا هو الطبيعي. اسمح لي أستاذ مهي، اسمح لي أطرح هذه النقطة. هو طبيعي أن الحكومة تنزل مناقصة أو السلطة المحلية مناقصة لتنفيذ هذه الطرقات وتقدم الشركات. أجي لك في تسلسل هنا انتقلنا من السلطة المحلية إلى الحكومة، صحيح، هذا هو الكلام الصحيح. لازم تنزل مناقصة تشمل معظم، يعني نقسم شوارع تعز إلى منطقتين أو ثلاث مناطق أو على حسب المديريات، بحيث أنه تأخذها ثلاث شركة مقاولات أو أربع، ونعمل نفس العمل الذي نفذناه في طريق تعز التربة. هذا اللي هو المفروض. لكن السلطة المحلية ما عندش الإيرادات. بالإمكان كان يتم عمل شير للأخ الوكيل للشؤون المالية والإدارية، ممكن يفيدكم بالأرقام أكثر مني، لكن هذا اللي ما يتم. أما بالنسبة للمنظمات، طبعا لا يوجد منظمة تشتغل أي شوارع داخل تعز. شارع وحيد الذي تم تنفيذه عبر اليون أوبس واليون أوبس وعبر صندوق صيانة الطرق الذي من مول إعادة هذا الشارع؟ اليون أوبس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مكتب مشاريع الأمم المتحدة، اليون أوبس. نعم، هو مشروع اللي هو من قولة الجامعة تم تنفيذ نص المشروع في المرحلة الأولى، والآن حاليا يتم تنفيذ الجزء الآخر. عموما بالنسبة للشوارع الداخلية لن تستطيع السلطة المحلية ترميمها، وليس بتقصير ولا حاجة ولا فساد، ما تقدرش. السلطة المحلية أصلا لا يوجد لديها التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع. المشاريع الطرقات تحتاج مبالغ مهولة، الموضوع ما هوش عندنا مبنى أو رصف. في الإمكان يعني السلطة المحلية تقوم أحيانا بأعمال الصيانة أو الأصحة، أعمال الصبية الإسمنتية لبعض التقاطعات أو بعض المناطق اللي معرضة لانجراف السيول. أما بالنسبة لأعمال السبلة غير قادرين أن يتنزل مناقصات.